as he was. على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة حسين مسعود، مفادها نشاط جماعة إجرامية تحترف سرقة الكوابل النحاسية، تقطيعها، تهيئتها للتهريب بعد إخفائها بإحدى الحظائر بوسط مدينة حسين مسعود. بالاستغلال الأمثل المعلومة، تم توقيف أحد عناصر الشبكة الإجرامية على متن شاحنة من الوزن الثقيل والتي كانت محملة بكمية معتبرة من مادة النحاس. بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المحلية وتنفيذا الإذن بالتفتيش لحظيرة المعني، تم ضبط كمية أخرى من مادة النحاس والمقدرة إجمالا ب 79 قنطار، إضافة إلى حجز 3 شاحنات من الوزن الثقيل ومبلغ مالي معتبر، وكذا هواتف نقالة تستعمل في النشاط الإجرامي، أضف إلى ذلك أدوات تستعمل في هذا النشاط. العملية أسفرت عن توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و44 سنة، ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.